ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وفعلا نحن نصلي الجمعة في البيت، فسؤالي هل تكون الصلاة للظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة وقت للصلاة في المسجد أي بعد الخطبة أم عند سماع الأذان؟ المرأة لا تصلي في بيتها يوم الجمعة صلاة الظهر، فإذا جاء وقت أذان الظهر بالأمس تصلي، يعني ليس لها علاقة بصلاة الجمعة إطلاقا ولا بأذان الجمعة. متى جاء وقت الصلاة العادي فلتصلي، والناس اليوم والحمد لله معهم ساعات ويعرفون متى يدخل الوقت ومتى يخرج. نعم.